صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه مرسوم رقم 109 لسنة 2023 بتعيين مدير عام في هيئة جودة التعليم والتدريب وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه المادة الأولى تعين السيدة عصمة جعفر أكبر علي مديرا عاما للاطار الوطني للمؤهلات والامتحانات الوطنيه في هيئه جوده التعليم والتدريب